حالات عشان بس في تغطية وفي لايف معانا من الأهلي في الجزيرة، بنعتذر لك طبعا. هنعرض الحالات على طول بعد ما نطلع نشوف مراسلتنا وزميلتنا نورهان طمان ولقاء مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجان العليا بالنادي الأهلي. أهلا بيك يا نورهان، وكل سنة وانتم طيبين، وكانت حفلة رائعة في الجزيرة. اهلا بك يا كابتن هيثم، واهلا يا احمد، واهلا بضيوفكم الكرام. احنا طبعا هنا في المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وتغطيه خاصه للدوره الرمضانيه لعائله الاهلي. يمكن طبعا اجواء رمضانيه رائعه هنا في مقر النادي، وطبعا زي ما انتم شايفين او سامعين ورانا مراسم تسليم الجوائز. وزي ما قلت يا كابتن هيثم، معانا كابتن وليد مبروك، يعني رئيس اللجنه العليا للجان. ولكن قبل ما نروح لوليد، خلينا نقول لكم شويه اخبار عن البطوله او الدوره الرمضانيه. مواليد 91 فيما فوق، يعني كان حصل افضل، يعني حصل حازم صلاح على افضل حارس، وافضل لاعب اللاعب تامر محمد، والهداف كان اللاعب طارق علي. اما بقى المراكز الاولى فكان فريق 74، والمركز الثاني فريق الفانيلا الحمراء، والمركز الثالث فريق الصفوه. كمان خلينا نقول لكم انه مواليد 91 ل 2001 حصل على المركز الاول فريق الاسطوره، والمركز الثاني فريق توفيق، وفي المركز الثالث فريق شربين. واما بقى الجوائز فحصل افضل حارس ايمن محمد على لقب افضل حارس، وافضل لاعب عمرو مصطفى، والهداف كان محمد صلاح. كمان نروح لمواليد 2002 ل 2006، المركز الاول المارد الاحمر، والمركز الثاني فريق كيمو، والمركز الثالث جانرز. يمكن طبعا اللجنه المنظمه للبطوله قررت حجب تسليم الجوائز للمركز الاول والثاني في طبعا 2002 2006 لسوء السلوك. كمان خلينا نقول لكم انه احسن لاعب هو سيف ياسر، والهداف علي كريم، واحسن حارس سعد. اما بقى مواليد 2007 ل 2010 فكان جه فريق المركز الاول زعزع، والمركز الثاني الفريق العالمي، والمركز الثالث فريق فايف ستارز. كمان احسن لاعب حصل على اللقب اسماعيل محمود زعزع، والهداف اياد ناصر، واحسن حارس ادم نادر. معانا طبعا وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، بنبارك لك يا وليد على البطوله وعلى التنظيم الرائع، وعلى طول مشرفنا وبتسعدنا. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين. الاول انا مش عارف انا مين معانا في الاستوديو، بس كل سنه وانتم طيبين، وبشرف بالموجودين احمد اسامه وكابتن هيثم سعيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني ده تقليد معتاد في النادي الاهلي، بقى لنا اربع خمس سنين دوره عائله الاهلي الرمضانيه زي ما بنحب نقول كده، بينظمها لجنه الشباب دايما في النادي الاهلي. ده تقليد بقى له اربع خمس سنين، يمكن الكورونا وقفتنا سنتين، الحمد لله السنه دي رجعنا ننظم تاني. لجنه الشباب بتقوم بالدور على اكمل وجه، هي احنا زي ما بنقول دايما في النادي الاهلي بنحب من خلال اللجان نعد كوادر ونخلق شباب صغير يتولى المسؤوليه قدام، بياخدوا الدور ده وبينفذوا التنظيم والترتيبات وكل حاجه بيعملوها هم من اي تو زد، طبعا بمساعده الاداره التنفيذيه، العلاقات العامه واداره الامن والخدمات في النادي بيعملوا معانا دور جبار. بشكر مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب على انه يعني بيدينا الثقه دي كل مره، وبيديها لجنه الشباب، احنا بنديهم كل حاجه وبنقف جنبهم نعمل لهم سبورت. هم ما شاء الله عليهم دايما بيبهرونا، يعني شباب النادي الاهلي دايما بيبهرنا، وانا دايما اقول يا بخت النادي الاهلي بشبابه، دول كنز حقيقي موجود في النادي، قدام هنعرف قيمتهم وهنعرف نقدرهم يعني ان شاء الله. وليد، طبعا كان في اعضاء مجلس الاداره متواجدين بيتابعوا البطوله باهتمام، طبعا الباشمهندس خالد مرتجي والمهندس طارق انديل ومي عاطف، كان في اهتمام كبير من جانب مجلس الاداره زي ما قلت، وتحقيقا ل يعني سلوجان عائله الاهلي. دايما احنا بنشوف عائله الاهلي في كل حاجه، يعني انت تعليقك على وجود اعضاء مجلس الاداره حتى في الصاله؟ والله انت لخصتي الكلام، احنا عائله الاهلي، مجلس اداره بقى اعضاء اداره تنفيذيه جماهير، احنا عائله. هو مجلس اداره النادي الاهلي دايما عنده روح مختلفه شويه عن اي حته تانية، اللي هي روح الفانيلا الحمراء، دايما احنا فيها بينا وبين بعض حاله الفه وتكاتف، وكلنا اسره واحده، هتلاقينا متربيين في النادي من واحنا صغيرين، عارفين بعض، رئيس النادي عارف الاطفال وعارف الكبار، وكل الناس دايما بتتعامل عنها فعلا اسره واحده. هما ما حدش فيهم متاخر على فكره، احنا كنا في اكتر من كده، بس طبعا النهارده ليله وتريه والناس عايزه تطلع تروح تصلي وكده، ففي بعض فضل يمشي لما الوقت اتاخر، لكن الحمد لله كان معانا خالد مرتجي مع حفظ الالقاب، وطارق ومي، وان شاء الله السنه الجايه يبقى معانا
المجلس كله، وتبقى دورة أنجح وأفضل من كده بكتير. أشكرك جدا يا وليد ومبروك على التنظيم الرائع. شكرا. سلام عليكم. طبعا لسه مستمرين معاكم واللقاءات، ومعانا علي كريم هداف 2002 ل2006. بنرحب بيك يا علي على شاشة قناة النادي الأهلي ومبروك. ازيك يا دكتور؟ قول لي بقى جبت كام جول؟ جبت 9 اجوان. طيب يعني الاجواء بقى احكي لي، انت استعدت ازاي للبطوله؟ طبعا هي دوره الاهلي بتبقى مختلفه خالص، يعني بتعمل كل سنه الاعضاء بتحبها جدا. استعدت ازاي للبطوله؟ كده كده انا واصحابي كلنا بنلعب مع بعض زمان، من زمان الدوره دي، وخدناها كتير قبل كده، بس ودي كلنا بنستناها يعني كل رمضان الحمد لله. يعني تهدي الجائزه دي لمين يعني؟ لفرقتي والله، هم اللي خلوني اجيب 9 اجوان يعني طبعا، فكده كده هم اول ناس اولى بالجائزه دي يعني. نشكرك جدا يا علي ونورتنا على شاشه قناه النادي. شكرا جدا. ده كان لقاء طبعا او لقاءاتنا هنا من الصاله المغطاه في النادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا كابتن هيثم، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. نورهان تيمان زميلتنا من صاله الامير عبد الله الفيصل ودوره الرمضان، دوره رمضانيه لعائله الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما تابعنا احنا دايما بنحط حضراتكم في الاجواء بشكل كبير.